من أجمل قصص المحبة غير المحدودة في الإنجيل المقدس، إنها مريم من بيت عنيا أخت ألعازر ومرثا. إنها عائلة جميلة محبة من بيت عنيا، قرية تقع على منحدر شرقي جبل الزيتون بجانب قرية بيت فاجي وقريبة من أورشليم. كانت هذه العائلة تستقبل وتستضيف يسوع لأنها كانت تحبه، وكان يسوع يحب مرثا وأختها وألعازر. لقد فتحت مريم قلبها قبل بيتها ليسوع المسيح في نفس الوقت الذي كثر فيه من يريدون القضاء على يسوع. حقا لقد كان هذا البيت مكان راحة وواحة للمسيح. عندما زار المسيح بيتهم في بيت عنيا، جلست لتتعلم منه، لتفهم رسالته وتتعلم مشيئته وتدرك شخصه المبارك وتستقبل من مجده. لقد مدحها المسيح، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. نرى جمال ومثال مريم عندما دعي يسوع إلى وليمة في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص. لقد أحضرت قارورة عطر الناردين خالص كثير الثمن، وسكبت الطيب على رأس يسوع فامتلأ البيت من رائحة الطيب. لقد عبرت عن مشاعر مقدسة فياضة من قلب محب، وبكل محبة مسحت قدميه بشعر رأسها. عطر الناردين ثمنه أكثر من 300 دينار، أجرة عامل لسنة كاملة في ذلك الوقت. هذا الطيب الخالص الصافي هو عبارة عن زيت يستخرج من ساق نبتة تنمو في الهند، وهو أفضل وأغلى نوع من العطور، يقدر وزنه 335 جرام. ليس فقط سكبت الطيب على رأس وقدمي المسيح، لكنها كسرت القارورة الغالية ودهنت قدميه. استخدمت شعرها كمنشفة تمسح قدميه. هذه القارورة الثمينة المصنوعة من المرمر، رخام مصري صافي وجميل، وكان يحفظ فيها هذا النوع من العطور الغالية، وهذا معروف في العادات القديمة كما ذكرها نشيد الأناشيد. حقا لقد كانت مريم قديسة، حكيمة، تقية، مخلصة، أمينة ومؤمنة، وعندها ولاء كامل للرب يسوع. لقد أظهرت تكريس كامل وطاعة للرب. لقد أظهرت محبة متفانية وعطاء غير محدود. لكن لا تخلو هذه اللحظات الجميلة من الاعتراضات. لقد قاد يهوذا حملة ضد مريم يتظاهر أنه محب للفقراء، واعترض على ما فعله وتبعه التلاميذ في الاعتراض. لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. بالواقع ما فعله يهوذا لم يكن إهانة لمريم والحاضرين أيضا من عائلتها فقط، بل كانت إهانة مباشرة للرب، لأن مريم كانت تكرم الرب، لقد دافع عنها الرب. أما يسوع فقال اتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا. معناها في الجمال والجاذبية. لقد اعتبروا أن محبتها مسرفة، لكن المسيح اعتبرها محبة شجاعة ومغامرة ومضحية. لقد كانت الفرصة الأخيرة لهذا العمل، وأن الوقت والفرص نادرة، ينبغي أن تستثمر، ولا سيما لا تتاح إلا مرة واحدة. لقد عملت ما عندها، كل ما تجده يدك لتفعله فافعله
بقوتك. لقد دافع عنها المسيح، بل أوضح السبب فقال: اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته. لقد تخطت الزمن، حفظته إذ ادخرته إلى هذه الساعة. لم يذكر الكتاب أنها ذهبت إلى الصليب إلا أنها فهمت رسالة الصليب والكفارة، أدركت أهمية موت المسيح، لذلك أرادت أن تكرمه حقاً. فامتلأ البيت من رائحة الطيب، بل أصبحت رائحة المسيح الذكية في كل زمان وكل مكان. لقد كافأها الرب. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضاً بما فعلته هذه تذكاراً لها. لقد فهمت مريم الصليب، وكان لها لقاء مع المسيح عند الصليب من خلال العمل التي قامت به. نالت المديح من فمه الطاهر المبارك، وأصبحت جزء من الإنجيل، إنجيل الخلاص. لقد قدرت المسيح، والمسيح قدر عملها، واختارت مريم النصيب الصالح، وأصبحت تذكاراً ورمزاً للتضحية، بل أصبحت جزء من الكرازة بالإنجيل. وكان حال لسانها: وجدت من تحبه نفسي. والآن فكر معي، ما هو موقفك أنت من صليب المسيح؟ بصليب المسيح نلنا غفران الخطايا، وأصبح كل واحد منا ابناً وبنتاً للرب. الله يحبك ولا يريدك أن تهلك، بل تكون لك الحياة الأبدية. ومات المسيح على الصليب ليخلصك من الخطايا ولكي تدخل في علاقة جديدة معه. تعال معي الآن واعلن توبتك وصلي معي: ارحمني أنا الخاطئ، سامحني، أنا أقبلك اليوم مخلص لحياتي. إذا أردت مساعدة روحية، رجاء اتصل بنا من خلال الأرقام التالية، أو تواصل معنا عبر السوشيال ميديا. ربنا يباركك.